الأعلام العالمية. هنعود إلى قضية ذبح الطفل السوري اللي أثارت غضبا وفزعا شديدين في دوائر سياسية وشعبية مختلفة. هسأل أستاذ بسام حجي عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي. أستاذ بسام أهلا بيك. تحياتي إلى كل الأعزاء المشاهدين. أهلا بيك أستاذ بسام. مشهد ذبح الطفل السوري على يد عناصر من فصيلكم أثارت فزعا وغضبا في دوائر سياسية وشعبية، هل حسبتم من قاموا بها؟ الحقيقة أن الحادثة كانت فظيعة وحادثة مستنكرة ومستهجنة ومرفوضة بكل المعايير الأخلاقية والدينية والاجتماعية والسياسية. هي حادث جريمة حرب وانتهاك فاضح لحقوق الأسرى، للأسف ارتكبها أحد العناصر، وعلى الملأ الجريمة عرضت وكانت صادمة لنا جميعا. بغض النظر عن ما جرى، تم مباشرة اعتقال الموجودين كلهم في أثناء تنفيذ هذه الجريمة، وتم تحويلهم إلى لجنة تحقيق مختصة، وهذه اللجنة الآن تمارس عملها. الجريمة وقعت من 4 أيام، حتى الآن لم يصدر عن لجنة التحقيق أي تقرير بسبب سرية التحقيقات. طيب أستاذ بسام، في كل الأحوال أنا شايف في المشهد في عدد كبير من أعضائكم، يعني هنا لم يكن خطأ فرديا أو خطأ يتعلق بمجموعة صغيرة، لا أنا شايف مجموعة كبيرة، وكمان حالة التهليل والتكبير الله أكبر يعني لا يمكن أن يتم التعامل معها لأنها حالة ضيقة، لا ربما هي حالة تتعلق بأفكار تعلموها وتربوها داخل تنظيمكم. اسمح لي أشرح لك شوي ببعض الملابسات. المنطقة التي أسر فيها الضحية هي منطقة حندرات. النظام هاجم هو وميليشياته في هذه المنطقة وردوا الثوار على أعقابه، ثم هاجم مرة ثانية وردوه، وكان هناك بين أنقاض أحد المنازل شخص يطلق عليهم النار، ألقوا القبض عليه، أسير، أسعفوه إلى المشفى وهو جريح إلى مشفى الصخور، هذه المعلومات الناس كلها تعرفها، ثم اقتيد إلى المقر الذي يجب احتجازه والتحقيق فيه معه. الفيديو الأول يقول أن المجموعة المقاتلة التي أسرت هذا الشخص كانت تقول بأنه طفل، ويا بشار الأسد ما ضل عندك زلم تبعث لنا ياهن، في لحظة مشوي وانتصار، وكان هذا الأسير جريح، نقل إلى المشفى وأسعف، ومن بعدها تكلف الاثنان بنقله إلى المقر. أثناء نقله إلى المقر وصلوا إلى ساحة المشهد، وهي ساحة مكتظة بالسكان والأهالي وأمام الأهالي، وعلى الملأ ومن دون علمنا ومن دون معرفتنا قاموا بهذا الفعل الشنيع. هذا لا يدل على أن العملية يعني بكل المقاييس جرت بناء على ثقافة أو تدريب، وخصوصا أن حركة نور الدين الزنكي حركة معروفة بأنها حركة منظمة، حركة تمتلك أخلاق، تمتلك سياسات، حركة من الجيش السوري الحر، تقارع الطغيان والظلم، ضد أي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان. أصلا يعني الحركة واضحة في هذه المجالات، ولكن لا يمكن في حالات الحرب ضبط انفعالات وتصرفات وممارسات وارتكابات كل العناصر. الحركة حركة ضخمة وكبيرة، وهي تقاتل في عموم جبهات حلب. ده طفل، انا لا اقول ده 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 ده, ده, ده انت بتتكلم عن طفل، انا اقوله دفاعا عن الحركه. يا استاذ بسام، ضيق من الحركه. استاذ بسام، القضيه تتعلق بطفل، وما يعني هنا القضيه ما فيش فيها
خيوط متشابكة أو معقدة أو غامضة، لا أنا أمام همجية أو آدمية، مفيش فيها مفيش فيها وسط. ما شاهدناه همجية ودموية. لم يقل أحد أن هذه القضية كانت لونها وردي، لم يقل أحد أن الذي يلقي بالبراميل هو يلقيها على حديقة من البرود والحدائق. يجري في سوريا حاليا ارتكابات وجرائم ضد الأطفال والنساء والكبار والشيوخ. يلقي بشار الأسد ببراميل وزنها 500 كيلوغرام متفجرة على أحياء سكنية. اليوم قتل في ظهرة عواد 10 تحت البراميل، وفي الصالحين 9، وفي الفردوس 12 شهيد. كل ما تتحدث عنه، كل ما تتحدث عنه جرائم، كل ما تتحدث عنه جرائم دموية، لكن هل ترتكب نفس هذه الهمجية والدموية ضد الأطفال؟ بالمطلق لا، ولكن لا يمكن إنكار أن الحرب ستفرض حالات من الهستيريا والجنون والفلتان، وسيتم هذا الارتكاب. في الغزو الأمريكي للعراق تم ارتكاب فظائع شديدة من قبل الجيش الأمريكي، ولم يكشف عنها إلا بعد فضيحة أبو غريب. وكل يوم وفي كل لحظة يتم الكشف عن انتهاكات في مناطق مختلفة من هذا العالم، ونحن نمدد ونستنكر هذه الجريمة وغيرها. لا يهمنا الأمر ولا اللون ولا الشكل ولا الطول ولا العرض، إنه أسير وذبح بطريقة شنيعة، قتل بشكل همجي ووحشي، وهذا نعتبره من مفرزات الحرب. يلقى اليوم يوميا. لا، هو الأهم من إنه أسير، الأهم من إنه أسير إنه طفل يا أستاذ بسام، طفل يعني سنة. بعد مقتل الضحية ظهرت بروباغندات إعلامية كثيرة، شيء منها يقول أنه فلسطيني لاستثارة مشاعر إخوتنا الفلسطين، وشيء آخر يقول أنه من طائفة معينة، وشيء آخر يقول أنه طفل، وشيء آخر يقول أنه أكبر. لست بصدد معلومات قد تكون كلها من تنظيم وفبركة النظام. عودنا النظام على تصوير المظاهرات على أنها شكر لله على نعمة المطر. هذا النظام كاذب حتى في النشرة الجوية. لا نثق بكل ما يبقى أنت بتحقق في إيه إذا كان أنت بتقول أنا مش متأكد أنه طفل ولا هو؟ المشاهد تظهر أنه طفل. يعني أنا لم أقل أنه طفل، ولم أقل أنني لست متأكد. أنا قلت أن هناك تحقيقات تجري على خلفية إذا كانت هذه الجريمة قد تمت بفعل أو بدفع أو بأي تدخل من طرف ثالث، أو أنها نتيجة حادث شخصي أو ما شابه ذلك، أو نتيجة خلل مرضي. خليني أسأل الأستاذ أنور رجع، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة اللي بيتزعمها أحمد جبريل. يا أستاذ أنور، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ غالي. أستاذ أنور، استمعنا للأستاذ بسام، قال إنه هذه ليست من أدبيات وسلوكيات جماعة نور الدين زنكي، وإنهم يحققون في الواقع، لكن بيقول في حالة الحرب يعني هتحدث بعض هذه التجاوزات. تعليق حضرتك. أولا دعني أوجه تحية احتلال وإكبار روح الداعين العربي الكبير جمال عبد الناصر، وهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23. أما يا سيدي بخصوص هذه الجريمة، الصور التي عرضتموها، هذه الصور تكذب المتحدث باسم جماعة نور الدين زنكي. هو يعني يرى الصورة ومع ذلك يرغب بحرف الكلام والنقاش باتجاه الدولة السورية واتجاه آخر. هذا المتحدث زعيمه الروحي وزعيمه الذي يمد جماعته بالسلاح والمال هو أردوغان. فإذا كان زعيمه أردوغان أعتقد يكفي ذلك نحكم على المنطق والثقافة التي ينطلق منها هذا المتحدث. هذا الإخوانجيون المتأسلمون الذين يطحون باسم الدين، والذين يكفرون ويتعاملون مع المجتمعات العربية والإسلامية
وفق المذهبية والطائفية والفتاوى التكفيرية فعلوا الكثير. نحن يا سيدي نعاني الآن من ثقافة التدمير المذهبي ومحاولة تقسيم المجتمعات، والمجتمع الإسلامي بحد ذاته إلى ملل ونحل ومذاهب. تخيل أن هؤلاء كل من لا يقف معهم هو إذا كان امرأة يجب أن تصبح، وإذا كان طفل يجب أن يصبح إلا إذا نطق باسم الجماعة. هذا الفكر التكفيري هو ذات الفكر الذي ارتكب العديد من المجازر الجماعية، وربما بحكم الصدفة وصلت هذه الصور وبحكم غباء هذه المجموعات إلى الرأي العام. لكن يا سيدي ما خفي أعظم، أنا أقول إن من يطلق النار على صدر الفلسطينيين أو السوريين من غزة وعودة إلى مجازر دير ياسين مرورا بصبرة وشاتيلة إلى المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا وبحق الشعب السوري في مخيمات اليرموك وحندرات ودرعا ومخيم الرمل في اللاذقية، كل ذلك يا سيدي هو من أطلق النار على أسرى الجيش المصري، هو من يطلق النار الآن على جنود الجيش المصري، هو من يطلق النار يا سيدي على كل مقاوم وكل من يقول لا لأمريكا. هذه هي المسألة، هذه هي الثقافة التي ينطلق منها هؤلاء الذين لا يؤمنون بالأوطان. جريمة سايكس بيكو أخف بكثير من يريد أن يزرع جريمة تقسيم المجتمعات واغتيال العقل العربي واغتيال المجتمع وهوية الأمة. هؤلاء يريدون أن يغتالوا هويتنا، يريدوا أن يغتالوا أحلامنا، يريدوا أن يغتالوا انتماءنا، يريدون أن نخضع للعباءة الدينية بكل ثقوبها واهتراءاتها التي لا تمت بالإسلام إطلاقا. الصورة أمامكم ومع ذلك يذهب ليقول لكم سنحقق. هؤلاء بالمناسبة هذه الجماعة، جماعة نور الزنكي الأردوغانية، هذه تمولها ومولتها الاستخبارات الأمريكية لأنها تعتبرها من القوى المعتدلة. فإذا كان هكذا هو المعتدل فما بالك المتطرف، ما بالك ممن لا يعتبر من يقتل وهو يواجه الإرهابيين في سيناء، وأنا استمعت للتحقيق الذي عرضتموه قبل قليل لا يعتبره شهيد. هذه هي ثقافة هؤلاء، ثقافة هؤلاء التي يمكن أن تطلقك من زوجتك يا أستاذ وائل لمجرد ماذا ترتدي من ملابس سواء كنت أنت أو كانت زوجتك. نحن نعيش حالة من التردي والانحطاط الذي يجري للأسف تحت مظلة ما يسمى الربيع. أستاذ أنور، الطفل ينتمي هو وأسرته للجبهة الشعبية القيادة العامة، عنده كم سنة؟ الطفل عنده 12 سنة يا سيدي ومريض، وهذا في أطراف المخيم وأهله يسكنون تلك المنطقة وهو يعالج. هذا الطفل ينتمي للواء القدس الفلسطيني، هذا اللواء المشكل من أبناء مخيم حندرات ومخيم النيرب. ذنب هذا الطفل أن والده ليس مع داعش وليس مع نور الدين الزنكي، وهذا الطفل ليس مع أحد. استمعوا إلى الفيديو جيدا وهم يحققون معه بنظراته التائهة الزائغة ويقول لهم لست مع أحد. هذا قتل لأن والده محسوب على القوى التي تقاتل هذه الفئة الضالة المضللة. والطفل كان يناشدهم أن يقتلوا بالرصاص، أن يقتلوا بالرصاص وليس بالذبح. هذه سكين المعتدلين يا سيدي ممن يسمى بالمعارضة السورية. نحن نقدر جيدا وبالتأكيد أن تعرضوا هذه الجريمة كي يقرأ العالم ويعرف الرأي العام في مصر ماذا يجري في سوريا، لأن هنالك غياب في المعلومات يا سيد. منذ بداية ما حصل في سوريا هنالك شح في المعلومات، ولعب الرئيس المعزول مرسي دورا خطيرا هو وجماعته في مصر
في محاولة تضليل الرأي العام المصري عن حقيقة ما يجري في سوريا وعن حقيقة الذبح والقتل الذي يتم تحت عباءة أنظمة بعينها وبتمويل تكفيري وبتمويل أنظمة تريد لنا وتريد لسوريا وتريد لمصر اقتناص أوجاعنا، اقتناص حاجاتنا، اقتناص حريتنا الحقيقية واللعب على عواطفنا وبالتالي استثمارنا في مشروعهم السياسي. وأنت تعلم ماذا أقصد أستاذ بسام. في تعليق أخير أستاذ أنور بيقول أنه هذه أفكار ومنهج سيدكم ومرجعيتكم رجب طيب أردوغان ويتهمكم بالعمالة للمخابرات الأمريكية وبيقولوا الصورة لا تكذب، فكيف تحققون؟ بتحقق في إيه يعني؟ إحنا أمام مشهد واضح المعالم يعني. تفضل. أولا أنا أطلب من الأعزاء المشاهدين التصفيق لهذا الخطاب الناري للسيد أنور رجب الذي أعرف أنه من القادة الفلسطينيين المحسوبين على بشار الأسد، هو وأحمد جبريل، وأعرف أنه تقصد في خطابه الناري أن يتهمنا بكل ما يثير حفيظة ومشاعر الشعب المصري ويجعله يعني مستعدا لتقبل البروباغندا الإعلامية وكل الكلام. نحن لسنا أردوغانيين يا سيدي، ولسنا سعوديين، ولسنا قطريين، ولسنا مصريين، ولسنا أسديين. نحن سوريين خرجنا في مطلب اسمه الحرية بمظاهرات أدهشت العالم بنقائها وبياضها، وكان بشار الأسد يفلت علينا كلابه ومخابراته يوميا، وشهد العالم بأجمعه كيف اجتاح بشار الأسد درعا وباقي المدن والبلدات التي تظاهرت ضده، ولم تعد تقبل بتوريث الحكم، ولم تعد تقبل بهذه الطريقة من الحكم والاستبداد والقهر والظلم. ورطنا بشار الأسد وتورط معنا في مقتل سوريا، الآن يستخدم حادثة نحن نستنكرها أكثر منه لأنه لم يستنكر حادث قتل. طيب أنا مش عايز أبعد عن الموضوع، يعني يجب أنه يتجاوز حدود الاستنكار. يعني أنا أمام مشهد جماعي لأعضاء من فصلكم عدد كبير يكبرون الله أكبر وهم يذبحون طفلا، لماذا أبتعد عن هذا المشهد بس يا أستاذ بسام؟ طفل سوري واحد، ما الأمر الذي جرى؟ يعني أنا أسألك عن الذبح فتقول لي غيري بيذبح؟ ما بقول لك غيري بيذبح، أنا بقول لك بس منهم يستنكروا في حياتهم كلها مقتل طفل واحد سوري تحت البراميل وتحت القبض والكيماوي اللي أدانت فيه كل دول العالم بشار الأسد ودافعوا منهم عن بشار الأسد. واحد عم يقتل شعبه بسلاح كيماوي ومثبت عالميا بأنه استخدم سلاح كيماوي، جايز هذا عنه؟ كنت أتوقع منكم أنك تقول أنه هذا المشهد يعني لا يحتاج إلى كل هذه المدة في التحقيق، وأنه هذا المشهد يقتضي على الفور مساءلة الذين تسببوا فيه، لأنه كمان يعني أساء إليكم بشكل كبير وخلى حتى البعض يتحدث عن أنه كيف تتحدثون عن معارضة سورية لا تستخدم الوسائل الدموية، يعني أضعف موقفكم إلى حد كبير. قولا واحدا وخلال 4 أيام بدون طالع قرار وطالع محاكمة يا سيدي، ستجري المحاكمة أصولا وبشكل علني وأمام العالم كله. طيب كل من يذبح الأطفال هنا وهناك يجب أن يذبح بنفس الشكل. بتوجه لك بالشكر. أستاذ أنور عايز تعلق تعليق أخير على كلام الأستاذ بسام؟ تفضل. أنا مع ما ختمت به أستاذ وائل، كل من يذبح الأطفال أينما كان من شارون إلى من ذبح الطفل وعائلته، الطفل الرضيع وأحرقه، الطفل علي دوابشة في فلسطين وأحرقه، الطفل محمد أبو خضير، إلى جماعة الزنكي الأردوغانية
من يحرق الأطفال، من يقتل المدنيين، من يستقوي على شعبه بالأمريكي والأردوغاني، هذا جدير بالمحاكمة. ولا أستبعد بالمناسبة هذه العقلية أن تحاول أن تقدم لنا مشهدا مسرحيا هزليا لمحاكمة البعض، لأن الجريمة والفضيحة كبيرة، فهؤلاء يمكن أن يقدموا بعض الأضاحي على الطريقة الصهيونية من أجل أن يحافظوا على بقائهم. بتوجه لك بالشكر الأستاذ أنور راول، وتوجه بالشكر أيضا للأستاذ بسام. في كل الأحوال للأسف الشديد مشاهد ذبح الأطفال مشاهد يعني لا يجب التعامل معها بهذه الاستهانة اللي بنستمع إليها، والحديث عن أخطاء أو تجاوزات دي مش أخطاء، تنزع عنك الإنسانية على الفور أيا كان من ارتكبها. طيب هاخد تعليق من السفير الدكتور أكرم صبري، طلب التعليق على هذه الواقعة. سيد سفير تفضل. مساء الخير. مساء الخير، أهلا بيك سيد سفير تفضل. ازيك يا أستاذ وائل؟ ازيك؟ أهلا وسهلا. والله يعني اللي أنا شفته وسمعته شيء مؤسف للغاية، شيء يحزن، شيء يبكي. يعني أنا عايز أسأل سؤال، يعني عندكم أو في سوريا فيها، إحنا رحنا شفنا ملاجئ كتيرة، ورحنا شفنا مخيمات كتيرة، وشفنا أطفال، وشفنا حالات كتيرة جدا، وحاولنا وبنحاول لهذه اللحظة إن إحنا نؤدي واجبنا كسفراء لنوايا حاجة، بعدين نفاجئ بهذا الحادث الأليم الفظيع. طب الأبدة إنه يروح يقاتل أحسن، أو يذبح واحد من بتوع داعش، أو يذبح راجل لراجل، لكن طفل ويكبر عليه؟ من أي منطق إزاي نقبل يعني حادث زي كده؟ كيف يقبل كمستوى يعني إحنا وصلوا المستوى لهذا الفكر وهذا وإزاي تبقى معارضة؟ المعارضة عايزة تمسك حكم بعد كده هو بهذا الأسلوب الدموي، صراع غير مقبول وأمر مرفوض. وبصراحة إحنا نستنكر هذا تماما، وشيء مؤلم جدا جدا. طفل، ما حدش في الدنيا أبدا نقدر نتكلم عن طفل أو نقرب ليه. ده لو راجل، حتى لو كان أثر راجل ما كانش دبحه. يعني الدبح كمان ديت وصلت لهذه العقيدة والفكر ده. طيب بتوجه لك بالشكر يا سيد سفير، ألف شكر، ما فيش شك طبعا. طيب عشان